بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 94، الدرس الخامس في الإدخال الجزئي، تحت عنوان رئيسي هو توازن الطلب والعرض. Lesson number 5 Microeconomics Equilibrium Demand and Supply. نرجو أن يكون فيه الفائدة المرجوة إن شاء الله لطلبتنا الأحباء في كل أقسام الإدارة والاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعات العربية والإسلامية بإذن الله، وعلى بركة الله نبدأ. توازن الطلب والعرض Equilibrium of Demand and Supply. من الضروري بداية أن نذكر بحقيقتين، حقيقتين علميتين. تقول الأولى أن منحنى الطلب Demand Curve على سرعة ما يمثل الحد الأقصى من الأسعار التي يكون المستهلك على استعداد لدفعها من أجل الحصول على أعظم كميات ممكنة من السلعة المطلوبة. يعني كي نوضح هذه الحقيقة، يقابل كل سعر من الأسعار كمية ما من السلعة المطلوبة، ما يعني بأن كل نقطة على منحنى الطلب تتشكل من زوج مرتب هو أقل كمية مطلوبة يقبل بها، يعني لا يمكن يقبل بأقل من هذه الكمية، أو أنه يسعى لتحقيق أكبر كمية بأقل سعر ممكن، لكنه أو بكون هو أعظم ما يمكن أن يدفعه من السعر، لكن ما بدفع أكثر من هيك مقابل تلك الكمية. أما الحقيقة الثانية فتقول بأن منحنى العرض سبلايكر يمثل الحد الأدنى من الأسعار التي يقبل بها البائع العارض والمنتج مقابل التضحية بالحد الأدنى من كميات السلعة، فيقابل كل سعر كمية ما من السلعة المعروضة، ما يعني بأن كل نقطة على منحنى العرض تتشكل من زوج مرتب هو أقل سعر مقبول للبائع مقابل أقل كمية يمكن التضحية بها من قبل البائع. سأوضح هذا الكلام الذي قد يبدو غامضا لكنه سهل جدا إن شاء الله من خلال الشروحات القادمة. لابد أن يحدث طبعا اتفاق ما بين البائع والمشتري. هون البائع هو السبلاير، أوكي، والمشتري هو الديماند أو البرتشيزر الديماندر. هذا الاتفاق يحدد بموجبه سعر البيع والشراء والكمية المطلوبة والمعروضة، فيمكن التعبير عن الاتفاق كما يلي: يقول المشتري بأنه لن يقبل أن يدفع أعلى من السعر المتفق عليه مقابل الكمية المتفق عليها، ويقول البائع في الوقت ذاته بأنه لن يقبل بأقل من السعر المتفق عليه مقابل الكمية المتفق عليها. آلية السعر أو ما يسمى price mechanism أو آلية التسعير. آلية السعر price mechanism هي الطريقة الوحيدة المتاحة في نظام السوق المتاحة في نظام السوق لتقييم السلع، أي تقييم السلع بواسطة ثمن أو سعر. وعادة ما تقوم هذه الآلية، آلية غير معلنة لكنها تنشأ من تفاعلات قوى الطلب والعرض طبعا، تقوم هذه الآلية بثلاث وظائف رئيسية. الأولى هي التمييز بين السلع من حيث القيمة، يعني سعر هذه السلعة كذا وكذا وسعر تلك السلعة كذا وكذا، تختلف الأسعار من بعض البعض. أما الوظيفة الثانية التي تقوم بها آلية السعر هي إعطاء إشارة للعملاء الاقتصاديين. من هم العملاء الاقتصاديون؟ هم المنتجون والمستهلكون. هذه الإشارة تعطى حول كفاءة السوق أو ما نسميها نجاعة السوق market efficiency. فإذا كانت الإشارة خاطئة فإن ذلك يدل على أن السوق لا يعمل بالكفاءة المرغوبة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل أو انهيار السوق. أما الوظيفة الثالثة والأخيرة التي تقدمها آلية السعر أو نظام السوق هي توفير حافز العملاء الاقتصاديين من حيث تشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج في تحسين الأسعار في حال تحسن الأسعار عفوا، وتنبيه المستهلكين، أي بمعنى آخر أنها تقدم معلومة معينة. هذه الإشارة هي عبارة عن معلومة. الطلب والعرض من الثنائيات الكونية التي لا يمكن أن توجد واحدة بمعزل عن الأخرى، وبالتالي لا يوجد طلب بدون عرض ولا عرض بدون طلب، أي لا توجد قوة محركة في الطلب إذا عدم العرض، هذه شيء منطقي، ولا قوة محركة في العرض إذا عدم الطلب. ولذلك لابد لقوى الطلب والعرض مهما كانت بدائية في تركيبتها وهيكلها
أن تتفاعل في حيز مادي أو افتراضي واحد، ونتيجة لحاجة القوتين اللي هم قوة الطلب والعرض، حاجتهم إلى التفاعل، ينشأ السوق ماركت سبحان الله، ويتطور الاقتصاد. وهذه الحاجة شبيهة بحاجة الإنسان إلى الإنسان كي يتكاثر وينمو ويزدهر. وفي حقيقة الأمر أننا عندما نتحدث عن السوق فإننا نتحدث عن الاقتصاد برمته، والعكس صحيح، عندما لا يكون هناك سوق لا يكون هناك اقتصاد، لأن تفاعل قوى الطلب والعرض في حيز السوق هو مرآة للاقتصاد. نتابع عفوا. في سبيلنا إلى إدراك أهمية تفاعلات قوى الطلب والعرض في حقل التفاعل وهو السوق طبعا، لابد لنا أن نتخيل أن عميلا اقتصاديا من جانب الطلب وهو المستهلك، وعميلا اقتصاديا من جانب العرض وهو المنشأة أو المنتج أو البائع، قد التقيا في السوق كي يتفاوضا من أجل أن يشتري المستهلك من البائع كمية من سرعة القمح. ونفترض افتراض بسيط جدا، لنفترض أن المشتري هو سالم، شخص اسمه سالم، رجل اسمه سالم، وأن عبد الله هو البائع. ومن الضروري أن نذكر عند هذه المرحلة بأن المشتري والبائع عقلانيان، بمعنى آخر المشتري يسعى إلى تعظيم الكمية التي يحصل عليها بأقل سعر ممكن، والبائع يريد أن يعظم السعر الذي يحصل عليه مقابل أقل كمية. بمعنى آخر المشتري يريد أن يعظم المنفعة، وهذه إن شاء الله سنتحدث عن المستقبل، أما البائع فيريد أن يعظم الأرباح. يحاول سالم الحصول على أقصى ما يمكنه من القمح بأقل سعر ممكن كما ذكرت سابقا، ويحاول عبد الله في الوقت ذاته أن يضحي بأقل ما يمكن من القمح مقابل أعظم سعر، أو أن يبيع أقصى ما يمكن من القمح عند أعلى سعر ممكن. ولا أن نتخيل بأن هذا الوضع يعبر عن حالة الصراع كونفليكت غير معلنة بين الاثنين، لأن كل واحد منهم يحاول أن يحسن وضعه على حساب الآخر، ولكن بسبب حاجة كل منهما للآخر فإنهما يضطران للوصول إلى حل وسط كومبرومايز. فما هو الحل الوسط الذي قد يصلان إليه بالتفاوض المباشر أو غير المباشر أو المعلن أو غير المعلن؟ هنا تكمن الآن الإجابة يعني على هذا السؤال من خلال تفاعل قوى الطلب والعرض، إن شاء الله نفهمها هلا بعد قليل. الآن نفترض بأن لدى سالم جدول طلب، يعني نتخيل أن هناك أرقام عن يعني أعداد كميات عن أسعار السلعة التي يريد أن يشتريها وهي القمح في هذه الحالة، ومقابل كل سعر هناك كمية معينة يفكر بها سالم، والوقت ذاته طبعا وكل واحد طبعا هو ولدى عبد الله جدول عرض له سبلاي سكجول، يعني عند سالم جدول طلب له ديماند سكجول فيه أسعار وكميات متخيلة في ذهنه، أما عبد الله فلديه جدول عرض هناك أسعار وكميات يريد أن يبيعها، وكل واحد منهم واع لاستراتيجية الآخر من حيث أن المشتري يريد أن يحصل على أعظم ما يمكن بأقل تضحية ممكنة، وأن البائع يريد أن يحصل على أعظم ما يمكن بأقل تضحية ممكنة. وبالتالي دعنا نفترض أن جدول الطلب المقدم من سالم كان كما يلي، هنا جدول الطلب هذه الأسعار 1, 2, 3, 10, 4 وهكذا حتى ننتهي بآخر سعر 20 مقابل الكمية المطلوبة إزاء كل سعر. فعندما كان السعر 1 كانت الكمية المطلوبة التي يفكر بها سالم 45 وحدة من القمح، عندما ارتفع السعر إلى 2.3 أصبحت الكمية 40، عندما ارتفع السعر إلى 4 انخفضت الكمية المطلوبة إلى 29، وهكذا كما فهمنا في المقطع الأول حسب الطلب أو حول الطلب طبعا، فإن الكميات المطلوبة تتناسب تناسب عكسي مع السعر، فعندما ارتفعت الأسعار انخفضت الكميات المطلوبة. أما جدول العرض المقدم من عبد الله فكان كما يلي، لنفترض طبعا أسعار نفسها 1, 2, 3, 10, 4 وهكذا إلى أن ننتهي بالسعر 20، لكن الكميات المعروضة كانت ترتفع وتزداد كلما ارتفع السعر، لأنه بالنسبة للطلب حسب قانون الطلب الكمية المطلوبة تتناسب تناسب عكسي مع السعر، أو ما يسمى بالquantity demand is inversely related to its own price، في حين حسب قانون العرض بأن the quantity supplied is directly أو positively related to the quantity supplied. فكلما ارتفعت الأسعار زادت الكميات المعروضة كما هو مبين في الجدول.
الآن السؤال، أين سيتفق العميلان الاقتصاديان، سالم كمشتري وعبد الله كعارض أو بائع؟ تفاعل قوى الطلب والعرض، التوازن. نلاحظ من الجدول، عفوا على الخطأ الطباعي، بأن سالم على سبيل المثال على استعداد لشراء 45 هنا، يعني الآن كان سالم على استعداد لشراء 45 وحدة من القمح مقابل السعر واحد. إذا كان السعر واحد، في حين أن عبد الله على استعداد أن يعرض فقط أقل من وحدة واحدة عندما كان السعر واحد. يعني لاحظوا الفرق بين 45 وحدة وتسعة بالعشرة وحدة. عندما ارتفع السعر إلى 2 و3 بالعشرة، انخفضت الكمية المطلوبة من قبل سالم إلى 40 وحدة، الكمية المطلوبة التي يخطط لها طبعا، وهنا الكمية المعروضة هو التي يخطط لها المنشأة في هذه الحالة عبد الله. فالكمية المعروضة ارتفعت من 0.9 أو من 9 بالعشرة إلى 1.2 بالعشرة، وهكذا إلى أن انتهينا إحنا عندما زال السعر إلى 20. انخفضت الكمية المطلوبة من قبل سالم إلى 2، لكن الكمية المعروضة من قبل عبد الله ارتفعت إلى 78. السؤال، أين يتفق الطرفان؟ يستمر التفاوض المباشر أو غير المباشر أو المعلن أو غير المعلن بين سالم وعبد الله إلى أن يصل الاثنان إلى حل يرضيهما. أوكي. نكمل التوازن. خلينا نتصور بيانيا، دعنا نتصور بيانيا الحالة التالية. الآن في عندي على المحور الأفقي الكمية المطلوبة، أما على المحور العمودي السعر، وهذا هو منحنى الطلب المعبر عنه بالحرف دي، هو داونورد سلوبنج أو ميل سالب، بمعنى آخر كلما انخفضت الأسعار زادت الكميات المطلوبة. مقابل ذلك الآن عندي الكمية المعروضة على المحور الأفقي، وعندي سعر البيع على المحور العمودي، وبالتالي هذا هو السبلاي كيرف أو منحنى العرض المرمز له بالحرف S، ما يعني بأنه كلما ارتفعت الأسعار زادت الكميات المعروضة. التفاعل هنا مع التفاعل هنا، يعني عندما يتفاعل تفاعل قوى الطلب مع قوى العرض، اوكي، يعني حطينا اشاره الزائد انه في تفاعل هنا، يؤدي الى حدوث توازن في السوق. هذا التوازن معبر عنه الان افقيا بانه بالمحور الافقي يعطيني الكميات المطلوبه والمعروضه من السلعه، وهنا سعر الطلب والعرض لكنه اصبح سعرا موحدا. فلقائهم، اللقاء بين او التفاعل يؤدي الى التقاء منحنى الطلب دي مع منحنى العرض S عند هذه النقطة، وهي التي تسمى الإكوليبريم. هذه النقطة هي نقطة التوازن. أوكي؟ لكن بالمثال الذي ذكرناه قبل قليل سنكمل إن شاء الله التوازن. عند التدقيق في الجدول السابق، دعني أرجع إلى الجدول بعد إذنكم حتى نذكر به. أوكي؟ هذا هو الجدول، جدول الطلب والعرض. أوكي؟ فعند التدقيق فيه نلاحظ، خليني بس أخلص من هالشاشة هنا، نلاحظ نرى أن الكميات لم تتطابق إلا عند سعر واحد وهو 7، حيث تساوت الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة، وبلغت الكمية المتفق عليه بين 22 وحدة، أي أن الكمية المطلوبة تساوت مع الكمية المعروضة عند السعر 7. هذا الجدول الثاني مرة. إذا هنا 7، الآن لاحظوا لي كما ذكرت قبل قليل إن السعر بي يساوي 7، لكن الكمية المطلوبة كانت كونتي ديماند تساوي 20، والكمية المعروضة هي تساوي 20، وبالتالي حدث الإكوليبريم. أي معنى آخر، التوازن هنا يكون أقل من التوازن، هنا أعلى من التوازن، هو فقط التوازن. أوكي؟ عندما كان السعر بي يساوي 7، كانت الكميات المطلوبة مساوي الكميات المعروضة وهي 20 مقابل ذلك السعر. النقطة التي تتساوى عندها الكميات المطلوبة مع الكميات المعروضة تسمى نقطة التوازن، Equilibrium Point. تتكون من زوج مرتب، كمية توازنية وسعر توازني. السعر التوازني هنا 7، والكمية التوازنية هي 20. نكمل. يؤدي التوازن دوره في تنظيف السوق، فعلا يسمى تنظيف السوق لأنه مارك كليرانس، ينظف السوق من فوائد، من أي فائض في الكمية المعروضة أو الكمية المطلوبة، ومن أي عجز في الكمية المعروضة أو الكمية المطلوبة، وهي حالة يطلق عليها تنظيف السوق مارك كليرانس، أي السوق الذي يخلو من الفائض أو العجز في السلعة. ورغم أن التوازن الفعلي لا يتحقق إلا نتيجة
لعوامل كثيرة وعمليات معقدة عديدة، إلا أن بإمكاننا الادعاء يقينا بأنه يتحقق كمحصلة حتمية لقيام العملاء الاقتصاديين من جهة الإنتاج والاستهلاك بتعظيم الفوائد التي كانوا يرجون جنيها من النشاط الذي قاموا به سواء كان بيعا أو شراء. ما هو المقصود بالتوازن؟ ينظر العملاء الاقتصاديون إلى نقطة التوازن من منظورين متضادين، رغم أنها نقطة أو حالة وصلوا إليها بالتوافق التلقائي. فمن وجهة نظر المشترين أو المستهلكين، تعتبر الكمية التوازنية أقل كمية قبلوا بها من السلعة مقابل ما دفعوه من سعر. يعني لا يمكن أن يقبلوا بأقل من هذه الكمية، ولا يمكن أن يقبلوا بدفع أكثر من هذا السعر اللي هو سعر التوازني. ويعتبر السعر التوازني أعلى سعر قبلوا به أو قبلوا أن يدفعوا مقابل أعظم كمية تمكنوا من الحصول عليه من السلعة. أما من وجهة نظر المنتجين البائعين، فقد كانت الكمية التوازنية أعظم ما يمكنهم التضحية بها مقابل أدنى سعر قبلوا به، والسعر التوازني هو أقل سعر قبلوا به مقابل أعظم كمية يمكن التضحية بها من السلعة. وفي جميع الأحوال تعبر حالة التوازن عن وضع يستطيع عنده المشتري. هذه نقطة مهمة جدا أرجو من الطلبة أن يركزوا عليها. تعبر حالة التوازن عن وضع يستطيع عنده المشتري أن يحصل على الكمية التي يشاء إذا كان مستعدا لدفع السعر السائد، وهو سعر التوازن في هذه الحالة. ويستطيع العارض أو المنتج المنشأ في هذه الحالة أن يبيع الكمية التي يشاء إذا كان مستعدا لقبول السعر السائد، وهو سعر التوازن. لكن أهم معلومة يمكننا الاستفادة منها في التوازن هو أن السوق قد عمل بالكفاءة التخصيصية، أو ما يسمى بالألوكيتيف تخصيصية. نعم، الألوكيتيف إيفيشنسي، المقصود بذلك أن كل المشترين حصلوا على ما أرادوا من السلعة بالسعر الذي رضوا به، وأن كل العارضين البائعين المنتجين طبعا قد باعوا كل ما أرادوا من السلعة بالسعر الذي رضوا به. ما يعني أن منظومة السوق قد عملت بالكفاءة التوزيع المرغوبة، لأن منحنى العرض يعكس القيمة التي رآها المشترون، في حين يعكس منحنى العرض الكلفة الكلية التي تحملها البائعون. نكمل هنا الآن التمثيل البياني. هذا هو التمثيل البياني عن الآن المحور الأفق الكميات المطلوبة المعروضة، عن المحور العمود السعر، هذا منحنى الطلب، عفوا منحنى العرض اللي هو الأحمر السميك، منحنى الطلب هو الأزرق السميك، التقوا عند هذه النقطة المرموز إليها بالحرف E كناية عن إكوليبريم. فالتوازن حدث مقابل الزوج المرتب 20 كمية توازنية و7 سعر توازني. عند التوازن لا يحتوي السوق على فوائض من أو عجوزات من السلعة، وأن قيمة المبيعات تساوي قيمة المشتريات، أي أن قيمة ما دفعه المشترون تساوي قيمة الإيرادات التي قبضها البائعون، وهي حاصل ضرب السعر بالكمية P ضرب Q، وهذه القيمة متساوي عن طرفي البيع والشراء. وفي حالة التوازن في هذا المثال تكون قيمة المبيعات 7 ضرب 20 يساوي 140، وهي قيمة المشتريات ونفس قيمة الإيرادات التي حصلت عليها المنشأة من بيع السلعة. وسيتم طبعا استخدام هذه الأفكار لاحقا في معرفة ما تكسبه أو تحصل المنشأة، أو ما يكسبه أو يخسره المشتري عندما يتغير أحد محددات الطلب أو العرض أو كلاهما إن شاء الله في مقطع لاحق بإذن الله. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة العلمية المرجوة منه. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك معنا من أجل أن نعمم المعرفة العربية، ووضع إشارة الإعجاب على في أسفل يعني عندما تنتهي من مراجعة هذا إذا أعجبكم اللهم المقطع، وترك أي ملاحظات ترونه مناسبة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الرابط، وإلى لقاء آخر، والحمد لله رب العالمين.